يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. الشيء هذا يا جماعه اللي انتم شايفينه قدامكم كان مفروض نسويه بعد متابعه انمي ناروتو مباشره، يعني هذه كانت الخطه. انتم قلتوا لي يا وجيه سوي الليسته هذه تبع ايش، الافلام او الشخصيات الكويسه في ناروتو. فقالوا لي المتابعين لا يا وجيه اسمع روق وركز، سوي لنا فيديو على اليوتيوب علشان ايش تمخمخ على راحتك، لانه في البث ايش هذا بيقول لك هذا كذا وهذا كذا وبيشتت انتباهك. طيب يا جماعه احنا ما راح نطول كثير في موضوع الشخصيات، لانه الليست اللي اعطيتوني اياها انتم فيها تقريبا كل الشخصيات اللي ما لها لازمه واللي لها لازمه، لدرجه انه حتى الضفادع موجودين. تعرفون الضفادع؟ انا حطيت 5 خيارات. اسطورتي هذه يعني اعلى مرتبه في الشخصيات، وراح تكون عدد الشخصيات فيها جدا قليله، وفي شخصيات ممتازه وفي جيده وفي شخصيات الله بالخير وفي شخصيات زباله. كلكم عارفين ايش هي الزباله اللي انا اقصدها، كلكم عارفين هم شخصيتين نبدا فيهم علشان ايش نملا الزباله وبعدين نتوجه الى الاشياء المهمه. الزباله الاولى المليحه هذه، بسم الله حياك الله ويلكم تو زباله. والزباله الثانيه كارين، كانت زباله بعدين صارت انسانه كويس، ساسكي غدر فيها قالت خلاص انا لن احبه ولن الاحقه، طز في حريقه تحرق، بعدين رجعت خضعت، رجعتها للزباله مره ثانيه. فايش سهمها كان طايح ارتفع شويه بعدين رجع طاح. ساكورا طايح سهمه منذ الحلقه الاولى، عمره ما ارتفع الا يرتفع كذا شويه كذا، حتى ارتفاع وهمي ويرجع يطيح. عموما فهمت الفكره، صورتي ممتازه جيده الله بالخير زباله، هذا ترتيب الشخصيات بالنسبه لي. نبدا بالشخصيات اللي نعرفها، اي شخصيه بعرفها وتجي عيني عليها بحطها مباشرة. كيبا يعني ليش حاطين الكلاب؟ والله ذا متحمس. اوه اسوما، عمر اسوما نعرفه. والله شوف اسوما شخصية ممتازة، شخصية رائعة، شخصية ضحت، شخصية يعني كان لها دور كبير جدا في بناء شخصية شيكامارو وتشوجي وإينو. للأمانة شخصية ممتازة شخصية أسوما، أحطها مع الشخصيات الممتازة. الشخصيات اللي ما لها لازمة بسحب عليها زبد. بوروتو ليش في بوروتو؟ أخي بوروتو لطيف يا عيال، ما أدري ليش تكرهونه ومشخصنينها معاه، والله ممتاز، والله ممتاز بوروتو. هذه أتوقع أنها المدربة، والله ناسي اسمها، هذه اللي كانت تختبرهم في الغابة، اللي كانت تخليهم يجمعوا اللفائف، لفيفة الأرض ولفيفة مدري إيش، صح؟ طيب جيدة. أوروتشيمارو وكابوتو أشغلوها في عيشتها، كل شوية واحد شايلها وفاقع فيها. ديدرا، أوه يا ديدرا، يا عيال ديدرا شخصية عظيمة. ترى والله العظيم ما أبالغ، شخصية ديدرة شخصية جدا عظيمة. عيبها الوحيد إنها تميل إلى الشر أو إنها ملوثة بأفكار شريرة، فلذلك ديدرة أنا بحطه مع الشخصيات الممتازة كشخصية كأبيليتي كمظهر ككاريزما، لكن كمبدأ الشر أنا أرفضه دائما. هذا الكلب دانزو، دانزو يا جماعة ترى شخصية مرة كويسة من ناحية فكرة إنه يحاول يحمي قرية الورق بكل الطرق، بس مشكلته إنه يستخدم طرق وأساليب زبالة، فلذلك بحطه مع الزبائل. ويلكم تو زبالة سكشن، صاروا الزبائل ثلاثة. طيب مين عندنا؟ هذا المدرب المنحرف، هذا العجوز أخو العجوزة. أختك وين؟ أختك وين الحبيبة؟ أختك يا شيخ أقسم بالله عسل، وين العجوزة؟ أنا طبعا ما أحفظ اسمها فلا تشغلوا بالكم. أبو ساسكي وإيتاتشي، معضلة أخلاقية والله. هذا اللي كان قائد الانقلاب الذي لم يحصل، بعدها سر عليهم إيتاتشي، معاد في انقلاب والعاد فيه عشيرة. نسحب عليك أفضل يعني احتراما لأنك خلفت 2 من الأساطير. طيب هذا حبيب تسونادي، يعني ما ظهر كثير بس إنه يعني لذيذ وظريف، فبنحطه في الله بالخير، يعني شخصية كويسة. تشوجي ممتاز، ليش بحطه في الممتاز؟ تشوجي في مرحلة ما يا جماعة كان ناوي يقتل نفسه، ضحى بنفسه، بل انه يعني لما اكل الثلاث الحبوب هذيك لو فاكرين في الغابة لما كانوا يتضاربوا مع السبايك حقين اوروتشيمارو. فتشوجي شخصية ممتازة، ابو تشوجي سري، يعني ما بنركز على الشخصيات الثانوية بشكل كبير علشان لا يطول الفيديو. هذه بنت شوجي الله بالخير، هذا اخو كيلر بي، اخو كيلر بي جيد، ما هو ممتاز، هو جيد بس يعني هو كشخصية قوي ورهيب وله هيبته، بس عصبي يا اخي، انا ما احب العصبيين، ما يخرج من الباب، ما يعترف بالبيبان، يكسر الجدران لين يخرج. في مرة من المرات بعد ما مات ابوه كسر 50 جدار علشان يوصل مدري وين، ايش فيه؟ طيب بعد كذا زيتسو الاسود، ويلكم تو زبالة سكشن. انا في البداية كنت اتوقع انه زيتسو هذا مخلوق معين، بعدين قالوا انه هذا ارادة مدرة، بعدين اخر شيء طلع ولد كاغويا، اللعنة زبالة. قارة الكبير ولا قارة الصغير؟ خلاص نتكلم عن قارة، سيبوا الهبل ذا اللي مسوي الليستة ذي مرة متحمس. قارة يا جماعة شخصية ممتازة، يا اخي المشكلة انه لها ماضي شوية يعني مؤسف، بعدين لما صار كذا مسيطر عليها الشكوكو ش الوحش اللي كان داخله، فبحطه مع الشخصيات الجيدة لانه يعني متقلب المزاج، او انه شخصيته مرت بمراحل كثيرة ف واستقرت في النهاية على حاجة جيدة. طيب مين عندنا بعد؟ الناسك، أنا بحطه مع الشخصيات الممتازة،
لأنه صراحة ما قصر مع ناروتو. الضفادع كلهم صدقا بحطهم مع الشخصيات الممتازة، فخلص ما قصروا كلهم صراحة. أوه يا أخوان، لحظة هذه يبغى لها نشغل لها هذا الصوت. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذه الشخصية الأسطورية يا أخوان. أول شخصية في سكشن أسطورتي إيتاتشي يا أخوان. شخصية أثرت فيني، شخصية أثرت في الأنمي بكله، شخصية غيرت تويست. أتوقع هذا واحد من أقوى التويستات اللي شفتها في حياتي. والله أنا أول ما شفته يا أخي قلت يا أخي مو لايق عليه الشر يا جماعة، إنسان وجهه لطيف، ليش شرير؟ وتفاجأت أنه بالفعل حدسي في مكانه طلع ما هو شرير. صورتي إيتاتشي، I love you man, I love you. طيب عندنا هيناتا الصغيرة ولا الكبيرة؟ خلاص هيناتا، وخلاص هيناتا يا أخوان، هيناتا اسطورتي. هناك الشخصيات اللي بتكون هنا في اسطورتي ترى بيكون عددها قليل جدا. هي الوحيده اللي حبت ناروتو حب غير مشروط، ما حبته لشكله ولا لماله ولا لمنصبه ولا لاي شيء، حبته لانه ناروتو. هناتا احنا كمان نحبك لان تحب ناروتو طبعا. الهوكاجي الثالث، تعرف مكانك زبال، اقسم بالله ازبل هوكاجي. انا ما اعرف كيف صار هوكاجي، لا تقولوا لي قوي، لا تقولوا لي اسطوره، تقولوا لي سوى وفعل وشال ناروتو على ظهره وما قصر. الزبال ذا بدل ما يربي ناروتو في البيت عنده راح رماه في شقه، استاجر له شقه وكان يعطيه مصروف كل شهر. استهبل انت كذا تحتوي ابن الهوكاجي الرابع، خذ القو كيسم يا اخوان. ترى شخصيه اسطوريه ممتازه، لا ممتازه كيسم. شوفوا انا ما اتكلم عن جانب الشر، انا اتكلم عن هيبة الشخصية وإيمانه بمبادئه. واحد زائد واحد تساوي اثنين، مبادئ تقول كذا انا راح اعمل بمبادئ الين مات، وهو يعمل في مبادئه. كيسمي شخصية ممتازة لا تنسوها. كابوتو ويلكم ويلكم، اكبر زبالة. اقول لكم حاجة، اقسم لا اسوي سكشن جديد اسمه نكرة. نكرة لعيونك يا نكرة، ها نكرة نكرة نكلاه نزلك تحت يا نكرة، انزل لحالك يا نكرة. نكرة يقعد لحاله هنا. طيب إينو شخصية الله بالخير، لا والله جيدة. هي المفروض تكون مع الزبالين، بس بحكم انها غسلت يدها من ساسكي كان معاها شوية كرامة، غسلت يدها من ساسكي وراحت عاشت حياتها. اما الزبالتين هذولي زبالين. هانزو يا اخوان شخصية ممتازة، شخصية ممتازة من ناحية انه كان له أهداف كويسة بس إنه قاعد ينفذها بالطريقة السيئة، زيه زي ديدرا وزي بقية الأشرار، فبنحطه مع الشخصيات الممتازة. ساسكي، خلوا ساسكي بعدين، برفعه هنا فوق، خلوا ساسكي بعدين. أوه كيلر بي الحب الممتاز، لا والله أسطورتي، والله كيلر بي أسطورتي اللعنة، والله أسطورتي كيلر بي. باكايرو كونايرو، طيب هذا ولد إينو في حال أنكم تابعته، فبنحطه مع الشخصيات اللي إيش الله بالخير، لأنه ما شف شفنا شيء كثير عنه. طيب كانكرو ما قصر صراحة. هنا سأسكت قليلا يا أخوان. جاي سينسي ممتاز، أبو جاي سينسي ممتاز. وين لي يا أخي، الثلاثة هذولي يا أخوان حب كبير للثلاثة هذولي. أكثر قصة أثرت فيني أو من أكثر القصص اللي أثرت فيني قصة جاي سينسي مع أبوه لما كان صغير. ألطف ثلاث شخصيات في الأنمي جاي ولي وابو جاي. شوفوا ابو جاي ما شفناه الا حلقه او حلقتين تقريبا، بس من اروع الفلاش باكات للامانه. كوشينا يا حبيبه القلب، انت اسطوره. الرابع اسطورتي، يا اسطورتي عدد محدود بس للاسف بيمتلئ لانه باقي في شخصيات بضيفها لاسطورتي. وايش بعد؟ زوجة اسوما، حبيبة اسوما جيدة، بحطها مع الجيدة. ليش؟ ما شفنا لها فايتات كثيرة ولا شفنا لها تدخلات كثيرة، هي مرة واحدة شفنا لها فايت في اول زيارة لإيتاتشي وكيسامي لقرية الورق، وبغت تعشق وتدخل في المانجي كوشيرينجن، بس كاكاشي فزعله الا كان يمداها اخذت لفة في المانجي كوشيرينجن، جلست هناك سنة وهي تلطم وتطعن. طيب مدرا، يا مدرا خلي مدرا بعدين. مدرا سسكي اجلهم شوية. بنت ناروتو ناسي اسمها، كيوت يا اخي، تزنن، بس علشانها بنت ناروتو بنحطها مع الشخصيات الممتازة، مع انه صوتها مزعج. وايش بعد؟ هذا اخو تسونادي، الله بالخير حجي. ناروتو يا عيال، والله ناروتو فوق الاساطير، فوق الوصف، فوق كل شيء. انا بضيفه مع الشخصيات اسطورتي، ولكن بخليه في البدايه، لا والله مو قبل إيتاتشي، بعد إيتاتشي، خليه بعد إيتاتشي كذا. ترتيب الاساطير كذا، كوشينا، باجايرو،
الحبيبة. هذا ساسوري صح؟ إيه ساسوري اللي كان يتحكم بالدمى. والله شخصية كويسة بس بحطها مع جيدة، لا بحطها مع ممتازة. ليش؟ لأنه في رابط مشترك بيني وبينه. ساسوري يقول يا جماعة أنا ما أحب أحد ينتظر كثير، ما أحب أخلي أحد ينتظرني كثير، ولا أحب أنتظر كثير. هذا القاسم المشترك بيني وبينه. أو هذا القائد حق، أنا ما أعرف اسماء الهوكاجيات، أعرف الهوكاجي والقاخي ما أدري إيش اسمه، والراقكي ما أدري إيش هو أي واحد فيهم، بس إنه صراحة رهيب ما قصر والله، ما قصر في الحرب، في حرب النينجا ما قصر. بنحطه مع الشخصيات الممتازة. وش بعد؟ أختك وين يا ابني؟ أختك العجوز، أختك العجوز والله يا إن لها فزعة. أوه شوفوها هذه يا أخوان، فصل الشخصيات الممتازة، ضحت تضحية لعيون قارة ما قصرت، عز الله يعزها. طيب هذا السياف يسري، هذا المنحرف. أوه سندريلا، سندريلا موجود. سندريلا صدقني بحطك مع الله بالخير، الله بالخير يا سندريلا. أنا أدور الشخصية اللي تعبر عن بين، من يلاقيها؟ أوه هذا هي، هذه شخصية بين يا جماعة، شخصية شخصية ممتازة ودي أحطها. طبعا لما أقول بين أقصد ناغاتو اللي كان يتحكم بالروبوتات البرتقالية ذي أو المجسمات أو أيًا كانت الأجساد هذه اللي يتحكم فيها. ودي أحطه في أسطورتي بس لا والله يعني هو رهيب رائع. أبو رامي، أبو رامي، أبو رامي أحبهم صراحة العيلة ذولي، بس إنه النمل مستفز تبعهم. كان لهم حركة في معركة بين، في آرك بين كان لهم لحظة تاريخية لن أنساها، اللي تابعوا البث عارفين إيش أقصد. فبنحطه مع شخصيات جيدة. وش بعد؟ أوه ناب كونها الأبيض يا أخوان، ناب كونها الأبيض يا الله، والله أسطورتي. لا والله هو ما ظهر كثير، حرام تحطهم على ساطير يا أخي. اللي صار له يا أخي شيء مؤثر، والله شيء مؤثر. وأتوقع أنه في عهد ساروتوبي صح؟ لعنك الله يا ساروتوبي في وجهه كذا. وش بعد؟ وإيش بعد؟ أوه زابوزا، زابوزا لذيذ، فبحطه مع الجيدة. أوه هذا الثاني اللي اخترع إيدو تنسي، الله ينكبك يا شيخ، أنا بحطك مع النكرة. شوفوا مع إني أحب شخصيته وصرامته والكاريزما تبعه كذا والثقالة اللي فيه، بس لا بحكم إنه اخترع الإيدو تنسي راح تروح مع الزبالين. كيفي كيفي إيدو تنسي أشغلت أمي طول الأنمي وأنا غاسل يدي من الشخصيات، اللي يموت أقول ممكن يرجع في لحظة بسببك. جيرايا العظيم، جيرايا شهم، شهم الشهم جراية، صدقوني لحطه هنا بعد ناروتو، لا قبل ناروتو بعد إيتاتشي كذا. جراية شخصية عظيمة يا أخوان، شخصية تقع في حبها من أول ما تشوفها. أوه إيروكا، إيروكا يا أخوان أسطورتي، اسألوني ليش. لولا وجود إيروكا لما وجد ناروتو، لولا وجود إيروكا في صف ناروتو يمكن كان شفنا ناروتو شرير ترى حرفيا. طيب في فرق هنا بين توبي أو شيخ نرفع، طيب هنا أوبيتو صح، وهنا خلونا نعامل ذا على إنه توبي وليس أوبيتو. توبي المضحك الظريف كان مرة شخصية رهيبة وتضحك وممتعة، بحطه مع الشخصيات الممتازة. ولكن أوبيتو بحكم إنه تقلب ما بين الخير والشر وجلس يخضع لرغباته الشريرة، فبحطه مع الشخصيات الجيدة ولا أكثر من الجيدة، مع إنه صراحة ما قصر يعني بس جيدة. بنت ساسكي الله بالخير، الله بالخير جنب سندريلا. تنتن تنتن ممتازة، لا جيدة تنتن، تنتن جيدة. ياماتو حبيب القلب، ياماتو، ياماتو مع الممتازين ما فيها كلام. كابوتو، شوفوا كابوتو الثاني قال لك ايش انه هذا الشرير، نكرة يا نكرة كذا ولا كذا في كل حالاتك نكرة. ساي 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 شخصية ممتازة، شخصية ممتازة، يكفي انها قاومت كل رغباتها الشريرة وانصاعت للجانب الطيب فيها. ساي رهيب، على انه في بداياته كان مقلقني بس بعدين ايش ظبط المظبيط. نيجي يا نيجي، يا نيجي، نيجي شخصية ممتازة، شخصية ممتازة نيجي، نيجي والتضحية اللي عملها. والله انه نزعلت على نيجي لما مات، والله زعلوني عليه. كونوها مالو ممتاز، هذا 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 الرفيق، رفيق الدرب لناروتو، هذا صديقه، هذا العلاقة اللي تجمع ناروتو وكونوها مارو، علاقة جميلة لذيذة، اسم كذا أخوان لم تنجبهما أم. شوفوا أنا ما شفت ولد روكلي كثير، صدقوني لا أحطه مع العيال، والله لا أحطه معهم، ليش لا؟ متأكد إنه من شابه أباه فما ظلم، متأكد. وإيش بعد؟ شسوي يا أخي المشكلة ما شفنا شيء كثير عنه، بس صراحة يعني أنا شفت له، شفت له جزء من قصته في فيلر إيتاتشي أو في رواية إيتاتشي، تقريبا هو وإيتاتشي يعني كانوا على نفس التوجه. والكلب دانزو، الله يلعنك يا دانزو، علشان إيتاتشي بحطه مع الشخصيات الممتازة، علشان إيتاتشي لعيون إيتاتشي، لأني أحب إيتاتشي، إيتاتشي العشق، إيتاتشي الحب. أوروتشيمارو لعنك الله روح مع الزبايل، يلا أوروتشيمارو ترى كان كويس، بس النكسة اللي سواها فيه الكاتب من شخصية شريرة ومرعبة وتبث في قلب الرعب إلى شخصية طيب ومسكين، انقلع أرجع زبالة. مسوي يا فيلن فيلن يا خير خير، اما فيلن ويصير طيب بالجزمه لا ما في شيء يرجع طيب، هذه
هناك على انه ساسكي خلوا ساسكي في النهاية. كونان يا اخوان كونان شخصية ممتازة. كونان كاكاشي يا كاكاشي هنا بعد جيرايا مباشرة. كاكاشي يا اخوان هذا الاب الروحي للانمي كله. كاكاشي هذا شايل الليلة كلها على كتافه. نفداك يا شيخ اسطورتي كاكاشي. شوفوا هذا هو ناغوتو، علشان كذا حطيت واحد منهم فيكفي، ما بنقعد نحط السلفة كلها. شيكاكو العظيم، شيكاكو ممتاز، وابن العظيم شيكاكو شيكامارو ممتاز. ومجاملة للحبايب شيكاكو وشيكامارو راح أحط ولد شيكامارو معهم، وأنا ما أعرف عنه شيء، بحطه في الممتازة. كيبا الله، كيبا الله بالخير، بس يلا نحطه مع الجيدة بحكم ماضيه يعني العريق مع كونها. تسونادي من الشخصيات الممتازة. تسونادي ما فيها كلام. أبو زق ذا ينقلع نكرة، لا نحطه مع الزبالين ولا النكرة، لا الزبال نكرة ما فيها إلا واحد. تيماري يا أخوان من شخصياتي الأسطورية، يسألوني ليش تيماري يا أخوان. أول شيء بنت رزينة قوية ذكية فطنة، حتى لما شافت ساسكي خقت لمدة 3 ثواني ووقفت. إيش يعني حلو كل تراب انقلع، خقيت معك شوية يقذر في وجهك، قادحة يا ولد ما تخاف من أحد. وأكثر شيء حبيته إنها ارتبطت في النهاية بمين؟ بشيكامارو. وإيش بعد عندنا؟ أوف هذه أم كيبا يا عيال تخوف، والله تخوف يا ولد تخوف. حطها مع الشخصيات الممتازة لأني خايف منها بس. هذه صديقة سونادي، والله إني نازيزي مكبيت بس بعطيك مع الممتازة صراحة ما قصرت. يلا أنا ما عاد أبغى أصبر شوي على ذول الاثنين، أصبر. الرم رين يا جماعة شخصية زبالة. المسكين أوبيتو لعبت في حسبة مشاعر ولعب مو طبيعي ترى، والله لعابة مي مزبوطة ترى. تحب كاكاشي وأوبيتو يعرف إنها تحب كاكاشي، ومع ذلك كانت تترك مساحة لأوبيتو إنه يجلس يحاول يغازلها. ما تركت له الباب مقفل ولا تركته مفتوح، تركت له كذا مردود، حاول بس ترى ما راح أحبك، بس حاول. عنا كيوت الحيوان صراحة، بس لا تنضم إلى حزب الزبائن. وإيش بعد؟ أتوقع كذا خلاص خلصنا الشخصيات الأساسية واللي لها دور كبير في الأنمي. وين الأول؟ وين الهوكاجي الأول؟ غريبة ما محطين ويستهبلون ذولي. كوراما أسطورتي، تستهبلون كوراما أسطورتي يا ولد. طيب كذا يفترض خلاص خلصنا الشخصيات المهمة، بنخش على آخر شخصيتي اللي هي ساسكي ومدر. بسم الله على بركة الله نشيلهم اثنين نرميهم في الزبالة. لا أمزح، أنا تعجبني الشخصية صاحبة المبدأ الثابت، أو على الأقل يعني الشخصية اللي تكون ثابتة، ما هي من الشخصيات اللي تتزعزع تطلع وتنزل. عنده هدف بيحققه يبدأ يسعى عليه، حققه ما حققه بسم الله حاول. هذا مدر، لذلك أنا بحطه مع الشخصيات الممتازة. ساسكي طفولته كانت حلوة، بعدين تحولت إلى شيء قاسي ومؤلم، بعدين صار إنسان غريب الطوار، بعدين حاول يصير يقتل إيتاتشي وقتل إيتاتشي، بعدين تحول لشخصية ثانية، بعدين فلذلك ويلكم تو الشخصيات والله ما قصر يا أخي صراحة، يعني رغم إنه أخطاءه كثير الكلب، والله نحبه حبوب الكلب. طيب يا ساسكي يلا الله يعين، نحطك مع الشخصيات. لا تطالع فيني كذا يا عيال ساسكي، لا تطالع فيني كذا. لا والله والله لا والله لا لا والله جيدة شخصية ساسكي، شخصية جيدة. حطيت ديسلايك والله مسموح، أنا عارف إنك تحب شخصية ساسكي بس حط ديسلايك، إيش أسوي يا أخي؟ شخصية يا أخي مضطربة، والله شخصية مضطربة يا إخوان، ما مرة مخيفة، ما أقدر أطمن عليه، كل شوية بوجه، كل شوية بهدف، كل شوية بقعة. يفترض كذا يا جماعة خلاص تقريبا ما عاد بقى أي شخصيات ثانية. الزبال هذا كان كويس، ولكن في أنمي بوروتو انتكس وصار إيش؟ صار نكرة. لا والله النكرة ما يضل فيها إلا كابوتو، فبحطه مع الزبال مع الزبالين. يقول أنا مت كشينوبي، انقلع انت شينوبي، انت روبوت زي الكلب. هذا الوحش حق كيلر بي، هذا حبيب، هذا ينحط مع الممتازين بالراحة. هذا يا جماعة أنا ناسي اسمه، بس إنه ظهر في حرب النينجا وظهوره كان تحفة يضح. أبحطه مع الشخصيات الممتازة ليش؟ حرفيا يقول أنا راجع بالإيدو تينسي، أنا ماني قادر أقاتلكم، أنا مجبر إني أقاتلكم، ماني قادر أقاتلكم بإرادتي، بس بعلمكم كيف تهزموني. والسبايك ما عرفوا كيف يهزموني، يقولهم يا جماعة عشان تهزموني سووا 1 2 3، وقتها كانوا كلهم سبايك اللي حوالينه، بس والله كان رهيب يعني. هذا الموسوس صح، هذا الموسوس اللي يقول لو صار كذا بيصير كذا، لو صار كذا أذلف يا الله بالخير. أي كذا أتوقع يا جماعة إنه خلاص كفينا ووفينا، صح ولا لا؟ عندكم الأساطير، هذول هم حزب الأساطير، ويترأسهم حبيب القلب إيتاتشي، والممتازين يترأسهم أسوما، وتبدأ اللستة بالتكاثر، والجيدة والله بالخير، والزبائل
والنكرة. لا تأخذوا الأمور بشكل شخصي، ترى قاعدين نوسع صدورنا، لا تسوي لي مجنون فيها ألطشك أنا، أخذ صورتك وأحطك هنا مع النكرة ولا مع الزبالين، أحطك مع كابوتو. الله يعطيكم العافية يا جماعة، وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. واحد لايك يحبوا قلبك، شكرا لك حبيبي، نشوفكم إن شاء الله في تويتش. أتوقع اللي بيتابع الفيديو ذا كلهم اللي يتابعوني في تويتش. يعطيكم العافية، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.